اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عاملين لكم اكله لطيفه جدا. اول واحده هي عباره عن باستا لينجويني اللي هي بتبقى مبططه شويه دي مع فراخ الكاجون. الكاجون ده عباره عن سبايس اتعمل اول مره في لويزيانا، مكان كده في امريكا. عاده السبايسز والحاجات دي كانت عند الناس الاغنياء قوي، بس علشان ندي طعم لاي حاجه عندنا لو شطشطناها وحبشناها بتبقى طعم تاني حلو خالص. فالأوريجين بتاعها أو البداية بتاعتها كانت في لويزيانا من أمريكا، الكاجون سبايس ده. وهقول لكم بيتعمل بإيه. بيتعمل، هقول لكم بقى كل الوصفة بتاعتنا. أول حاجة للكاجون سبايس ده أو بهارات الكاجون عندنا كمون، كزبرة ناشفة، أوريجانو، بابريكا، ملح وفلفل. أوكي؟ هما دول معلقة 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 من كل واحد، يبقى أنتوا كده عملتوا الكاجون سبايس. وده هنحطه على صدور الفراخ، فعندنا صدور فراخ، وزي ما قلت لكم في عندنا باستا مع خضار. ايه هو الخضار بتاعنا؟ عندنا مشروم، فلفل احمر واصفر، عندنا بصل متقطع شرايح احمر، عندنا ثوم مفروم، عندنا بصل اخضر وطماطم. وفي كريمه بقى هتبقى برده معاها الحاجات دي كلها، عباره عن جبنه كريميه، دقيق ولبن وبس. خلاص نبتدي بقى الحكايه. اول حاجه هنعملها هو الكاجون سبايس. كلها المقادير واحد واحد واحد، يعني اهو ده قد ده، قد الاوريجانو، الزعتر، قد البابريكا. الحاجة الوحيدة اللي هنخليها نص هي نص معلقة ملح على نص تقريبا معلقة فلفل مجروش. الحاجات دي يا جماعة تعملوها وتحطوها في البرطمانات وبتقفلوها بتفضل زي الفل وبتعيش. اهو شايفين هو ده الكاجون سبايس. بدل ما نروح بقى ونشتريه بقد كده، اهو احنا ممكن نعمله، بيبقى حلو قوي للفراخ وللسمك ولكل حاجه، والشوي كانه راب بس مع شويه زيت زيتون. انتوا كده تمام، مش محتاجين اي حاجه ثانيه. ايه اللي هنعمله بقى مع الراب او السبايس ده او البهارات اللي احنا عملناها مع بعض حالا دي؟ هقول لكم كده. هنا اول حاجه انا هبتدي ايه، اسخن الطاسه بتاعتي. بحبها كده بتتسخن جنتلي، مش تبقى جامده قوي. وعندنا هنا الفراخ اللي هعملها شرايح رفيعه قوي قوي. هنا اهو مش هعمل بقى الاربع صدور، هعمل يا دوبك بقى ايه صدرين كده وخلاص. ونجيب بوله كده عندنا نحط فيها الفراخ دي، وكل طبعا ما نسيبها، احنا متفقين ان كل حاجه كل ما بنسيبها تتبل اكتر طعمها بيطلع احلى كتير. ونحط ايه هنا شويه من البهارات اللي احنا عملناها بنفسنا دلوقتي دي. اوكي، واحط لها نقطه زيت زيتون. طب المعلقه دي طبعا مش هرجعها تاني، بس خلوني اعمل كده، يمكن ازود لها شويه ملح. بس خلاص، وناخد ده كده هنا معانا ونزود هنا شوية ملح بقى، زيت زيتون برضو. اغسل بقى ايديا عشان الفراخ.
ونشوف ايه الاخبار. لا لسه شويه. اثناء هذه بقى الحكايه جدي هنا كده ايه اللي احنا محتاجينه هنا؟ شايفين انتوا الثلاث حاجات دول اللي هو الجبنه الكريميه والدقيق واللبن، انا عايزه اخلطهم كلهم مع بعض، فنخلطهم في بوله ثانيه اللي هي عندي هنا. اهي والفراخ كمان بدات تشتغل اهي معانا. طبعا انتوا لو تقدروا تحطوها في بلندر حطوها، عايزين تعملوها كده زي بالايدين حطوها، انا ما بحبش بصراحه اوسع حاجات كتير، بس اهو ودي لسه في شويه دقيق ناخدهم، والفراخه اهي بدات تستوي. دول عايزه كده كريمه لبن ودقيق، هتشوفوا ده هيتعمل بيه ايه في الاخر بعدين، زي بشاميل على البارد اهو. هنزل هنا بقى الفراخ، احنا عارفين هي بتستوي ازاي صح؟ اتفقنا قبل كده ان الفراخ اول ما تبيض بالاسلوب تعرفوا انها ايه استوت، اهي خدت لون يجنن وعامله لنا ريحه تجنن. يا سلام على الريحه وجمالها. هي يا دوبك الفراخ بس تاخد لون بتاعها ده وهترجع تستوي، هتشوفوا ازاي هترجع تستوي ازاي وفي ايه. عايز اشوف بس الملح. لا مظبوط. بصوا احنا الفراخ دي هنرجع نسويها تاني، فايه انا مش عايزاها تشد، انا عايزاها تبقى فراخ نايس اند مويست، هتاخد بس اللون ده وهنرجع ننزلها تاني في الصوص بتاعنا اهو. حلو الكلام، لطيف جدا. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هننزل الثلاث حاجات دي في شويه زيت، مش هزود زيت، هو بس كده على طول. نحط البصل مع الفلفل الالوان، يعني الأكلة دي من أشكالها وألوانها وروائحها تحس إنها مكسيكاني شوية، مكسيكي. حط شوية ملح وكراك بقى. الاكله الثانيه اللي انا عاملاها لكم النهارده، انا ما قلتلكوش، انا دخلت على طول في الاكله وما حكيتلكوش. النهارده عامله لكم تورته بطاطا تهبل، تورته بطاطا بمارشميلو فروستنج، هتعجبكم. الصغيرين اتفرجوا عليها قبل الكبارين، حاجه لطيفه. هنسوي الخضار زي ما احنا شايفين لغايه لما يبتدي ايه
يدبل شوية. هنوصل لكده، انتوا عارفين ان انا ما بحبش الخضار يبقى مستوي متبهدل تسويه، فهنزل على طول دلوقتي دول تقريبا 3 فصوص توم هنا بيحلي الاكل، معاها الطماطم واحنا في الحاله دي كده، عظيم عظيم عظيم. وهنزل المشروم دلوقتي كمان معاهم، كله يستوي كده مع بعض. هزود فلفل اسود تاني، وفاكرين الصوص اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي بتاع الكاجون ده، هاخد منه شويه برضو هحطه عشان كمان الخضار ياخد نفس ايه السبايسز اللي في الفراخ. فأنا بالنسبة لي كده بقى هايل، اللي هعمله دلوقتي اني هزود الكريمه دي عليه، اللي هي كانت عباره عن كريم تشيز لبن ودقيق. كده كلها مع بعض، ومعاها بما ان فيها شوية دقيق انا هزود لها نص كوباية او ربع كوباية فراخ مرقة دجاج بس كده، واسيبها بقى كده تستوي على النار. شايفين لونها بقى بينك، بقى لونها مبمبة كده، وخلاص اهو. يا سلام يا سلام، هزود شوية شوربة كمان صغيرة. نشوف الفراخ اخبار الصوص بتاعنا عامل ازاي، لو محتاج اي ملح او فلفل، هو غالبا هيحتاج فلفل، والله ما هوش محتاج اي حاجة. وطي بس بقى شوية كده حلوين، ايه اللي هعمله دلوقتي؟ اللي هعمله دلوقتي اني هجيب الباستا بتاعتي اللي انا كنت اوريدي سلقاها اللينجويني، وانزلها مع الصوص ده، ونقلب بقى الباستا اللي بالخضار ونحط شوية من السبايسز ده تاني، اللي هو الكاجون سبايس اللي احنا لسه عاملينه مع بعض دلوقتي. وخلاص، وخلصت الباستا بتاعتنا النهاردة. كنت عايزة احط الفراخ معاها يا جماعة، بس انا مش عايزة كل حاجة تبقى مرمية كده. الفراخ انا مسويها كويس، تعرفوا ازاي الفراخ استوت؟ نعملها كده، بيضة زي الفل، طعمها حلو جدا.
صح؟ انا مش عايزه كل حاجه يبقى فيها صوص، انا بعمله لنا. مني بتاكل على طول مش مديه. باستا بالخضار، واحلى حاجه بقى هتديها كرانشي جنن غير الفراخ طبعا الحلوه اللي فوقيها دي، هو شويه بصل اخضر عظيم كده. حط كده معاها الفراخ، يعني وجبه كامله متكامله، والبصل الاخضر. وممكن كمان نزود عليها شويه من السبايس اللي احنا لسه عاملينه ده مره كمان، وخلاص. استنوني بقى مع تورته البطاطا اللي انا نفسي اعملها جدا 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 واكلها معاكم كمان. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مره تانيه. فاكرين الاكله دي احنا عملناها ازاي؟ اللي هي اسمها ايه اساسا؟ اسمها باستا بالكاجون او مكرونه بالكاجون سبايس او ببهارات الكاجون والفراخ. دلوقتي هحكي لكم عليها تاني، بس بعد ما نبتدي نشتغل في الكيكه بتاعت البطاطا بتاعتنا. اول حاجه لكيكه البطاطا، احنا طبعا محتاجين بطاطا ودقيق، وعايزين ريحتها تبقى حلوه فحاطين لها سبايسز او بهارات كتير برضو. حاطين قرنفل مطحون، حاطين قرفه مطحونه، وحاطين جنزبيل مطحون، وطبعا في بيكنج باودر وبيكنج سودا ودقيق وشويه ملح، مع تقريبا ثلاث بطاطايات متوسطات محطوطين في الفرن مشويين حلو، وبعدين بنعملهم زي البيوري كده، وزي ما انتم شايفين بيطلعوا بيبقوا بيوري على طول. ومفيش كيكه تخلى من بيض ودقيق وسكر وفانيليا. والفروستنج بتاعها هنعمل مارشميلو فروستنج، يعني عارفين انتم المارشميلو اللي احنا بنحبه ده والعيال بيحبوه، هو ده اللي احنا هنعمله. ايه اللي محتاجينه ليه؟ محتاجين بياض بيض وسكر وتارتر، كريم اوف تارتر هو هتلاقوه عند الناس بتوع الحاجات الحلوه، وشويه فانيليا. نبتدي على طول الفكره. اول حاجه في الفكره دي زي كل الكيكات اللي احنا متعودين عليها، اول حاجه الواحد بيعملها بيحط على طول الزبده مع السكر اهو، ويبتدي ايه يشتغلوا لغايه لما يبقوا كريمي كده. اضربها شويه بسرعه. شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي؟ المهم هنسيبها يتحطوا كده فوق بعض، وابتدي اكسر البيض بدايه بدايه كده مع الفانيليا، احطها هنا، انزل اول بيضه، ايه اللي محتاجينه هنا بقى نعمله؟ اللي محتاجينه هنا نعمله الاتي، هنجيب ده هنا كده ونحط الدقيق، كل الحاجات الدراي بتاعتنا بالجنزبيل، لا لازم كل الجنزبيل ينزل، هي احلى حاجه فيها السبايسز بتاعتها، هي مليانه سبايسز تجان، القرفه، القرنفل مع البيكنج باودر والبيكنج سودا، وكل ده كده هو مع بعض. وطبعا ذره ملح، ونيجي هنا كده نقفل الحكايه، نطلع ده كده. انا عملت حاجه مش مظبوطه؟ لا هو كده مظبوط خلاص. ونحط بقى كل الميكس بتاعنا الدراي ده هنا، وايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لو طبعا انتوا عارفين لو شغلناها كده دلوقتي فاهمين ايه اللي ممكن يحصل، الدنيا كلها تبقى بيضه. دايما يبقى مشغلين يبقى معانا الفوطه اهو، عشان مش عايزين
نعمل بهديل بهدله. في الفتره دي يبقى اللي فاضل لنا بس اللي نحطه مع الميكس ده هي البطاطا. اوكي، في الفترة دي أنا هبتدي أشغل في حاجة تانية مهمة جدا جدا جدا، ألا وهو الميكس بتاعنا العظيم بتاع المارشميلو. ولاد كتير جدا بيحبوا المارشميلو، وناس كتير جدا بيحبوا المارشميلو، بيتلاقى ساعات في بعض السوبر ماركتس في برطمانات كده، ولو ما تلاقاش أدينا أهو جبنا لكم الريسيبي تعملوها أنتوا بنفسكم في البيت. هي عبارة عن إيه؟ هنحط البيض، بياض البيض مع السكر مع الفانيليا طبعا، لا الفانيليا هسيبها دلوقتي مش دلوقتي، مع الكريم اوف تارتار الفانيليا بعدين بعد ما يتضرب. و خلينا بس نبص بس على الكيكه، عظيم خلاص هايله جدا. نجيب معلش الشياكه دي عماله بتنزل في الاكل، نطلعها كده. ننزل بقى بالبطاطا بتاعتنا، معسلة قوي يا بطاطا دي. حتى والله لو كلناها كده بدون المارشميلو انا برضو احبها يعني. وننزلها تاني ونشغلها، كله بقى ايه يدخل في بعضه. لطيف الكلام، كلام لطيف جدا جدا. هجيب بقى واحده كده تانية من دول وابتدي شويه شويه. كل اللي انا محتاجاه ان انا اسيح بس ده هنا. كل اللي محتاجاه ان انا اسيح السكر في البيض مع الكريمه. اول ما احس بقى ان البيض ساح ساعتها بقى اشوف هنعمل ايه. نفس فكرة الميرانج شوية، هي هي مارشميلو وميرانج مش بعاد عن بعض. وخلاص الكيكة كده بتاعتنا جهزت. اوب خلاص كده خلصت. شايفين سمكها عامل ازاي يا جماعة؟ اهو كده. ونجيب الحله بتاعتنا بتاعت الكيك، انا اوريدي مجهزاها اهي، ونحط فيها الميكس بتاعنا الباتر ده او العجينه بتاعت الكيكه بتاعتنا دي، وناخد بقى كل العجينه بتاعتنا كده. كده واللي يحصل زي اي كيكه لما نيجي نعملها لازم نتاكد ان هي في الصينيه كلها كده. خلاص وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهتقعد تقريبا 35-40 دقيقة تقريبا هتاخد الكيكة. وحاجة تانية هنا يا جماعة، أنا كنت حطيتها في طاسة بس الأحسن إن احنا نعملها على باماري علشان مش عايزين، ومن ساقع لسخن. يعني إيه من ساقع لسخن؟ يعني مش عايزين المية تبقى هنا بتغلي، لا احنا كل اللي عايزينه أهو أول ما السكر يدوب مع بياض البيض، وما تنسوش رشة الملح اللي هنحطها عليها. اول بس ما نضمن ان مش فيش اي نوع من اي حبوب، عارفين الحبيبات الصغيره بتاعه السكر دي تبقى كلها دابت.
زي ما قلت لكم هنا هتبقى احسن حاجه، مش هتضطروا ان انتوا تقفوا كتير بالمضرب البيت ده، تقعدوا تشتغلوا. المهم هنقعد نضرب يا اما بمضرب بيض عادي او مضرب بيض الالكتريك يعني. اهو هبتدي هنا ونبتدي نضرب بسرعه. المهم هنقعد نضرب نضرب لغايه لما يبقى زي المرنج، عارفين الابيض ده اللي بيعمل هياخد وقت كتير. انا اوريدي محضره حاجه، أربع دقايق حلوين كده من الضرب المستمر، الخفق المستمر. المهم قلت لكم إن أنا أوريدي مجهزة حاجة، الكيكة بتاعتنا أهي، أنا طبعًا برضو كنت مجهزة الكيكة تانية في الفرن، وأهو المارشميلو اللي أنا قلت لكم عليه. إيه بقى اللي بيحصل؟ بعد قبل ما تستوي على طول، أو أكشولي بعد ما يطلع بالطريقة دي هنحط الفانيليا مش قبل كده. واللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنعمل له فولدنج عشان مش يتقلب بسرعه، لا شويه شويه كده، وبعد كده نجيبه كده هنا على الوش. واهم حاجه يبقى عندنا البشبوري، عارفين البشبوري يا جماعه. الكيكه بتاعتنا مش عاليه زي ما انتم شايفين، ليه؟ لان البطاطا تقيله، فما تتوقعوش ان الكيكه دي هتطلع منكم حاجه بقى سبونجي وتخينه وبتاع، لا الكيكه دي بتطلع كده اهو، الا لو حطيناها في صينيه اصغر. اوكي هو كده كويس قوي، كفايه قوي كده، ونبتدي بقى ايه نشتغل بالبشبوري بتاعنا اهو. ونبتدي بقى نديها لون شوية شوية، ولو ما فيش البشبوري ده بيتحط تحت الشواية على طول، بس خلوا بالكم انها ما تلزقش فيها. وهي دي الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة اللي كانت عبارة عن الفراخ اللطيفة اللي بالكاجن سبايسز اللي احنا اتعلمناها مع بعض، والكيكة بتاعت البطاطا بالمارشميلو. اشوفكم في حلقة جديدة من بالهنا، باي باي. Thank you.